أهلا بكم مجددا كل مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وتغطية خاصة بحالة الطقس، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 27 من أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر ستشهد البلاد موجة حارة، حيث يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع بقيم تتراوح بين درجة لدرجتين مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. أضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون بقيم تتراوح بين 3 لـ5 درجات على جنوب الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة رطب على الأنحاء كافة. وبالنسبة لطقس يوم الجمعة، بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم الجمعة يشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سانت كاترين وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غداً الجمعة، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، الإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 26 درجة، مرسى مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، أما عن سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وعن قنا فالعظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأخيرا أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة. نهاية التغطية، أتمنى لكم عطلة أسبوع سعيدة، تصبحون بخير، إلى اللقاء.